ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا إخوة والأخوات؟ معكم محمد في فيديو جديد على قناة محمد حاجي. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمن يهمه الأمر بخصوص مرش باي أمازون أو البيع على أمازون اف بي اي أو على أمازون كي دي بي. في هذه الشروحات اليوم فقط على السريع أردت أن أمنح الإخوة 3 نيتشات لمرش باي أمازون للبدء عليها وإنشاء تصاميم للخروج من تير 10 و25 و100. 3 نيتشات قوية تباع في هذه الأيام، خاصة بثلاث أنواع من النيتشات، لذلك وهي مجانية ولـ15 شخص فقط الأوائل الذين يتقدمون على تحميلها. لذلك اذهب على موقع مرشر وورلد واضغط على شوب كما ترى هنا في الأسفل في الأعلى على المانيو، ثم تذهب إلى الأسفل ستجد 3 نيتشز. باي is $0، ثم صفر لا تدفع أي شيء. تضغط على هذه الأيقونة باي ناو، ثم ستذهب بك إلى الصفحة هذه، ثم تضغط على تشيك أوت وتقوم بتحميلها هنا. وضع الإيميل الخاص بك والاسم واللقب، ثم قم بتحميل فري داونلود هذه النيتشات. ستجدونها في إكسل فايل، تقوم بفتحها ستجد عنوان نيتش و عدد المنافسة والسعر وكل شيء ستجدون في هذه النيتش. قم بتحميل 3 تصاميم لكل نيتش، بإذن الله ستبيع. قم بتحميل 3 تصاميم مختلفة لكل نيتش وستقوم بالبيع بإذن الله، وستعود لي وتعلق لي في هذا الفيديو تقول إن لي بعت من هذه النيتشات. وإذا أردت أن تشكرني فشارك معي في القناة. أراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله للمزيد من النيتشات والمواضيع الشيقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.